فلتكن من الصالحين. يعلم ظاهرك وباطنك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الله صلاح العين حينما يكون صلاحا ظاهرا وباطنا وصادقا أمام الناس، وبعيدا عن الناس، ويعلم تلك الأعين الآثمة الفاجرة التي لربما أظهرت الصلاح إذا كانت أمام الناس ثم هي أفسد ما يكون، وأفجر ما يكون، وأجرأ ما يكون على حرمات الله جل وعلا. إذا خلت بها فبئس تلك العين وبئس صاحبها. محاضرة للشيخ الفاضل عبد القادر الصومالي حفظه الله كانت بتأريخ 2 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالة والنار. أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأل الله جل وعلا أن يتمم علينا وعليكم نعمته وأن يديم لنا عافيته. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذه البلدة المباركة بإذن الله جل وعلا، وإلى هذه الدار الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يبارك فيها، كما نسأل الله جل وعلا أن يحفظ شيخنا المبارك أبا ذر عبد العزيز البرعي حفظه الله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يمتعه بسمعه وبصره وقوته أبدا ما أحياه، وأن يجعله الوارث منه، وأن يطيل في عمره ويحسن في عمله، كما نسأل الله جل وعلا أن يحفظكم جميعا من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم، ونعوذ به أن تغتالوا من تحتكم. ونسأل ربنا وهو الكريم الرحيم الرحمن أن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا وهو راض عنا. أيها الأحبة في الله، نتذاكر وإياكم وصفا كريما من توفيق الله جل وعلا للعبد أن يتصف بهذا الوصف، ومن إلهامه رشده أن يعظم هذا الوصف ويسعى في الاتصاف به ما أمكنه. هذا الوصف أيها المسلم الكريم وباختصار هو أن تكون صالحا، وصف الصلاح أن يعينك الله جل وعلا على صلاح قلبك وصلاح لسانك وصلاح عينك وصلاح سمعك وصلاح ظاهرك وباطنك وصلاح مأكلك ومشربك وصلاح مدخلك ومخرجك وصلاح بيعك وشرائك وصلاحك
في جميع شؤونك. هذا الوصف أيها المسلم الكريم هو أعظم الأوصاف التي يتصف بها الإنسان، وهو أكرمها وأنفعها، وقد فاز وسعد في الدنيا والآخرة من اتصف بهذا الوصف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. أي هؤلاء هم أهل الفلاح، أهل الإيمان وأهل التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وأهل العمل الصالح في قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. هؤلاء هم أهل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. ولذلك أيها المسلم الكريم، إذا قرأت كتاب الله جل وعلا تجد أنبياء ورسل يلجؤون إلى الله جل وعلا، يتضرعون إلى الله، يتذللون بين يديه وينكسرون، يخبتون لربهم جل وعلا سائلين الله أن يجعلهم من الصالحين وأن يدخلهم في الصالحين. هذا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء، داعية التوحيد، مكسر الأصنام، يسأل الله جل وعلا فيقول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ومن تواضعه لله جل وعلا وتذلله بين يديه قال: وألحقني بالصالحين. وهو الذي وصفه الله جل وعلا بالصلاح في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الخليل عليه السلام يسأل الله الثبات على الصلاح والمزيد منه والوصول إلى رضا الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سياق الامتنان عليه بهذا الوصف: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويقول الله جل وعلا: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما أكرم هذا الوصف وما أعظمه، تتهاوى وتتساقط أمامه كل الأوصاف أمام وصف الصلاح، يسقط وينكسر وصف الملك ووصف الرئاسة ووصف الوزارة ووصف الإدارة ووصف الغنى، وكل الأوصاف الدنيوية لا يقام لها وزن أمام الصلاح إذا لم يكن معها صلاح. وإبراهيم عليه السلام لما سأل الله جل وعلا ذرية سأله صلاحها، فقال كما أخبر الله جل وعلا عنه أنه قال: ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي ذرية صالحة تسير في هذه الحياة على ما يرضيك، قد رضيتها ورضيت أقوالها ورضيت أفعالها. فأكرمه الله جل وعلا بذلك فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وكلا جعلنا صالحين. وهكذا أيها المسلم الكريم، انظر ما بشر الله جل وعلا به زكريا عليه السلام حينما سأل الله جل وعلا ذرية طيبة، أتته البشارة بالذرية الطيبة، وهي التي قد حملت وصف الصلاح ووصف الاستقامة ووصف الاستجابة ووصف الإقبال على الله جل وعلا. قال سبحانه: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: يا زكريا إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بشارة
بشره الله بزكريا موصوفا بهذه الأوصاف التي ختمها الله جل وعلا وقال من الصالحين. هذا وصفك أخي الكريم الذي خلقت من أجله، هذا وصفك الذي لا تقبل بوصف قبله ولا تقبل بسعي إلا إليه. وهكذا مريم بنت عمران أخبرنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أنه أكرمها بولد، وكان من وصف هذا الولد أن الله جل وعلا قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ومن الصالحين، إنه الصلاح الذي يخرج الإنسان به من هذه الحياة إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته وإلى دار كرامته. ولذلك كان هو المطلب الذي تطلبه الأنبياء والرسل، وأنت أيها المسلم الكريم كذلك اجعل هذا الوصف واجعل هذه الأحوال هي المطلب الذي تطلبه في ليلك وفي نهارك وفي كل ما متعك الله جل وعلا به في هذه الحياة. أيها الأحبة، تأملوا إلى نبي الله سليمان عليه السلام الذي آتاه الله جل وعلا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أعطاه الله ملكا لم يعطه أحدا من بعد، ولو اجتمع ملوك الدنيا من بعد سليمان إلى اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو جمع ملكهم كلهم في آن واحد ما بلغ ملك سليمان عليه السلام، لأنه دعا الله فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، فوهبه الله ذلك الملك. سخر الله له الجن، وسخر الله له الإنس، وسخر الله له الوحوش، وسخر الله له الطيور. قال الله عز وجل حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى هذا الملك، أعطاه الله جل وعلا سمعا يسمع به صوت النمل ويفقه ما تقول النمل ويفقه ما يقول الطير، وأعطاه الله جل وعلا ريحا رخاء تجري بأمره حيث يشاء يبسط البساط فيحمل عليه ما شاء من عدد وعدة من إنسان ومن حيوان ومن متاع، فيأمر الريح فتتسلل إلى تحت ذلك البساط فترفعه بأمر الله جل وعلا، فتذهب بنبي الله سليمان وبجنوده وخدم وحشم وكل ما عليها إلى حيث أراد مؤمنة بتأمين الله سبحانه وتعالى. لا مطارات تقلع منها ولا أجولا بروج مراقبة ولا خوف من شيء يكون في الهواء، غدوها من بعد الفجر إلى طلوع الشمس تسير به مسيرة شهر دون حافظة تحفظ من فيها. ملك عظيم وهبه الله لنبي الله سليمان عليه السلام. ولكن حينما تأتي إلى آخر شأن نبي الله سليمان وما يطلبه تعلم عظم هذا الوصف وعظم السعي إليه، وأن الإنسان لا بد أن يجتهد فيه غاية الاجتهاد، وأنه وصف يستحق البذل ويستحق السعي. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الذين صلحوا في الظاهر والباطل والباطن، الذين رضيت عنهم، الذين أحببتهم، الذين أردت كرامتهم. هو نبي عليه السلام وهو رسول
ولكنه أيضا يطلب من الله جل وعلا الثبات على ذلك والمزيد على ذلك، ويطلب هذا الوصف. وهكذا أيها المسلم الكريم، انظر أيضا إلى نبي الله يوسف عليه السلام بعد تلك المراحل المتعددة من الابتلاء والأذى من الأقرباء قبل البعداء، ثم بعد ذلك الفتنة والابتلاء مرة أخرى والأذى من البعداء، ثم بعد ذلك القوة والجاه والملك والأمر والنهي، ثم بعد ذلك اجتماع الشمل وظهور البراءة، ثم بعد ذلك علو الكلمة ورفع المنزلة، ثم بعد ذلك كله يقول رب قد آتيتني من الملك. انظر إلى هذا التضرع، إلى هذا الخضوع من نبي الله يوسف عليه السلام، إلى هذا الاعتراف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد كل ذلك توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وصف الأنبياء ووصف الرسل ومطلب الأنبياء ومطلب الرسل. وقال سبحانه وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، كل من الصالحين. إنه وصف الكرامة ووصف الفوز ووصف السعادة ووصف الرضا عن العبد في الدنيا والآخرة. إنه الوصف الذي ينبغي أن تجتهد في الحصول عليه وفي الاتصاف به. إنه الوصف الذي ينبغي أن تحبه وأن تعظمه. إنه الوصف الذي ينبغي أن تجله وأن تكرمه. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى وهو يخبر عن حال من وفقوا ومن سعدوا وهدوا، قال جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا بلغت إلى 40 فهذا هو ما ينبغي أن ترجع إليه كل الجهود وأن تجمع إليه كل ما تستطيع من أقوالك وأفعالك وظاهرك وباطنك. فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضى. أيها المؤمنون عباد الله، هذا الوصف هو الأعلى، هو الأفضل، هو الأجمل، هو الأكرم، هو الأبقى وهو الأنفع. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع الله العمل الصالح ويرفع الله أهله، فقراء أو أغنياء، ذو أحساب وأنساب أو لم يكونوا كذلك، سودا كانوا أو بيضا، كانوا جميل الخلقة أو ذميم الخلقة. العمل الصالح يرفعه الله جل وعلا ويرفع أهله ويعلي منزلتهم ومكانتهم في الدنيا وفي الآخرة. أيها المسلم الكريم، هذا الوصف وصف لا يدعى، هذا وصف
يسعى إليه ويجتهد فيه ويبذل من أجله. ولذلك الصلاح هو صلاح في الباطن وصلاح في الظاهر وصلاح فيما يأتي الإنسان وصلاح فيما يذر. وهذا الصلاح هو أن تربط نفسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يقودك شرع الله جل وعلا يسير بك، تسير حيث يسير وتكف حيث يقف. ولذلك إذا أردت هذا الوصف، إذا أردت أن تكرم به، إذا أردت أن تكون من أهله، فلا بد أن تعيد النظر في شؤونك كلها، وأن تعيد حياتك كلها إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تعيش في هذه الحياة وتمر عليك الأعمار وتمر عليك الأوقات وتقوم بأعمال ثم في الأخير لا شيء، يجعلها الله هباء منثورا ولا يقيم الله لها وزنا. ولذلك أمر الصلاح كما قال الله: وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، ولم يقل صالحا فحسب، بل أكدها بقوله ترضاه، لأنك وإن ربما عملت بعض الصالح ولكنك تفقد في هذه الأعمال من شروط القبول ومؤهلات الثواب ما يجعله عملا صالحا في الظاهر، ولكنه باطلا مردودا لما فقده من الشروط. ولذلك أيها المسلم الكريم، الصلاح هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاح هو الخوف من الله، هو الخشية لله جل وعلا. الصلاح هي التوبة والإنابة إلى رب العالمين جل وعلا. الصلاح هو الحب والتعظيم لشرع الله ولأحكام الله ولأوامر الله ولنواهي الله. الصلاح هو القيام بالأعمال الصالحة في الظاهر وفي الباطن. ولذلك تبدأ أول ما تبدأ في قلبك تسعى في صلاحه، ونفسك تسعى في تزكيتها. القلوب تصلح وتفسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك هذا الصلاح الذي تسأل الله إياه وتسعى في الاتصاف به يبدأ من قلبك. تنظر أولا إلى قلبك وإلى ما قد حوى هذا القلب، وإلى ما قام به من الشعب، وإلى ما كان فيه من النوايا والإرادات والمقاصد والرغبات، فتقبل من ذلك وترضى ما هو في رضا الله جل وعلا، وترفض من ذلك وتطهر وتبعد ما هو من غضب الله سبحانه وتعالى. وأعظم صلاح القلب هو توحيدك لله جل وعلا وإخلاصك الأعمال لله جل وعلا، هذا أعظم الصلاح وأبركه، لا صلاح قبله ولا صلاح بدونه. ولذلك تتفقد هذه المسألة في قلبك، مسألة التوحيد ومسألة إخلاص الأعمال لله جل وعلا. وهذه الثانية هي أخوف ما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. فتتفقد قلبك عند صلاتك، عند صيامك، عند قراءتك للقرآن، عند برك للوالدين وصلتك للأرحام، تتفقد قلبك عند صدقاتك ومعروفك وإحسانك ونفعك للآخرين، تتفقد قلبك في العبادات والطاعات كلها. ألله تعمل أم من نيتك ما قد صرف لمدح أو ثناء أو طمع أو غير ذلك من المرادات الدنيوية التي يغزو بها الشيطان ويجتم بها الشيطان على قلب الإنسان؟ عند الأعمال الصالحة تتأمل في ذلك كله، وتسعى في إصلاح نيتك، وتقف عند كل عمل تعمله: ماذا تريد؟ أريد الصلاح. ماذا تطلب؟ أطلب أن أكون من الصالحين. ماذا تؤمل؟ وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ولذلك يقول الحسن البصري في صفة المؤمن الصالح أنه
يقف عند شؤونه كلها، يقول ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بكذا وكذا، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله أصلح، وأما الفاجر فيمضي قدما ولا يبالي. تبدأ بإصلاح قلبك فتنقيه من الحسد، من البغضاء، من الشحناء، تنقيه من هذه الأمراض ومن هذه الشوائب، وتحل محلها حب الخير للمؤمنين والرحمة والشفقة والرأفة بالمؤمنين، وتحل محلها التوجع للمسلمين، فتسعى في صلاح قلبك وتبحث فيه عن تقواه لله جل وعلا، عن محبته وتعظيمه لله سبحانه وتعالى، عن وقوفه عند حدود الله وعند حرمات الله جل وعلا. تبحث عن هذه الأمور وأنت تقول وأنت تفعل وأنت تبيع وأنت تشتري وأنت تذهب وأنت تأتي، تستطيع أن تعرف ما في قلبك وما احتواه قلبك في هذه الأحوال. وقد قال الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا وجدت نفسك ثقيلا في العبادات والطاعات، متكاسلا عن الصلوات، دل ذلك على فساد في قلبك، فاسع في صلاحه. وإذا وجدت نفسك سرعان ما تقع في الذنوب والمعاصي، سرعان ما تنظر إلى ما حرم الله، سرعان ما تطيل النظر في الأفلام والمسلسلات والدخول في المواقع والنظر إلى ما حرم الله، دل ذلك على فساد في قلبه. إذا وجدت نفسك تحسد فلان وتتمنى زوال النعمة عن فلان وتسعى إلى إدخال الضرر وإلحاق الأذى بالآخرين، دل هذا على فساد في قلبك، لأنه إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. إذا وجدت نفسك تبكي أباك وأمك وتدخل عليهم الحزن والهم والغم، لا تنبعث لطاعتهم ولا تنطلق في رضاهم، أهون شيء عليك هو زعلهم، وأبعد شيء عليك في الطلب هو رضاهم، دل هذا على فساد في قلبك والعياذ بالله. إذا كان جارك لا يأمن أذاك ولا يأمن شرك، بل قد أوصلت أذاك إليه ووصلت شرك إليه، وأصبح الناس لا يأمنون منك على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على زوجاتهم ولا على بناتهم، دل هذا على أنك تحمل قلبا فاسدا، ولذلك أطلق عينه ولسانه ويده وكل ما يستطيع في أذى الآخرين. فأسعى أخي الكريم إلى إصلاح هذا القلب. وهكذا أيها المؤمن الكريم، تنظر في لسانك وصلاحه وطيبه وسداده، فهل الصلاح إلا هذا؟ إن الجوارح كلها تقول للسان وتحاج اللسان وتقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. كلماتك، ألفاظك، خطاباتك، تلك المجالس الطويلة، تلك الاتصالات المتعددة، تلك الحروف المتتالية، تنبئك عن صلاح أو فساد. هناك ألسن صالحة، تقرأ القرآن، تسبح الله وتحمده وتهلل وتكبر، هناك ألسن صالحة، تستغفر وتتوب، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هناك ألسن صالحة، تقول قولا سديدا، قولا طيبا، تسمع الناس الخير، تدلهم على الخير، هذا هو صلاحها. ألسنة صالحة قد كفت عن الغيبة والنميمة والسباب واللعن والشتام، صاحبها يرقبها وصاحبها يحرسها، يأذن لها فيما هو صلاح ويمنعها عما هو فساد، فهذا هو صلاح الألسن. وهناك ألسن فاسدة، كلامها غيبة ونميمة، كلامها سب وشتم ولعن، كلامها إفساد بين الناس، كلامها تعرض وتحرش لأعراض المسلمين، وتغزل وتشبب بنساء المسلمين، وإفساد لنساء المسلمين، لا سيما مع وسائل التواصل الحديثة، ويظن ذلك المسكين أنه قد وصل إلى شيء، وهو لا يدري أن لسانه بتلك الكلمات وبتلك الألفاظ وبتلك الأمور التي قد دخل فيها، يجره والعياذ بالله على وجهه إلى نار جهنم. وهكذا أيها المسلم الكريم، الصلاح يكون في العين، فإما عين صالحة تتقي الله، أو عين فاسدة آثمة مجرمة تعصي الله جل وعلا،
عين تبكي من خشية الله، وعين تحرس في سبيل الله، وعين تتفكر في مخلوقات الله، وعين تمتلئ بالنظر إلى كتاب الله جل وعلا، وعين تسير فيما أذن الله لها في مصالحها الدنيوية، عين صالحة صاحبها قد شكر الله جل وعلا عليها، وكانت عينه خيرا له لا شرا عليه. وهناك أعين فاسدة، أعين مليئة بالآثام، مليئة بالمعاصي، مليئة بالفجور، مليئة بانتهاك ما حرم الله جل وعلا، مليئة بالدلالة على ضعف الخوف والمراقبة لله جل وعلا. وأم تستطيع أن تعرف ذلك من نفسك والفتن تتراءى لك والمناظر تتعرض أمامك؟ حينها هناك يظهر لك صلاح هذه العين أو فسادها، والله جل وعلا يعلم ظاهرك وباطنك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الله صلاح العين حينما يكون صلاحا ظاهرا وباطنا وصادقا أمام الناس وبعيدا عن الناس، ويعلم تلك الأعين الآثمة الفاجرة التي لربما أظهرت الصلاح إذا كانت أمام الناس، ثم هي أفسد ما يكون وأفجر ما يكون وأجرأ ما يكون على حرمات الله جل وعلا. إذا خلت بها فبئس تلك العين وبئس صاحبها. وهكذا أيها المسلم الكريم، سمعك صالح أو فاسد، هناك سمع طيب لا يقبل إلا طيب، سمع لا يقبل إلا قرآن، لا يقبل إلا حديث، لا يقبل إلا مسألة فقهية، لا يقبل إلا تعلم وتفقه في الدين، سمع يقبل الكلام الطيب وما أذن الله جل وعلا به من السماع ويمتنع عما سوى ذلك، سمع يرفض كل الرفض أن يجلس في مجلس تدار فيه مائدة الغيبة والنميمة، يرفض أن يجلس في مجلس تضرب فيه آلات اللهو والطرب، يرفض أن يجلس في مجلس فيه يستهزأ بآيات الله جل وعلا. هذا سمع صالح، وهذا هو الصلاح، هذا هو الصلاح في الأسماع. وهناك أسماع فاسدة قد صب الشيطان فيها كل نتن ووضع فيها كل قذر، فإن شئت أن تراها وهي تسمع الغيبة رأيتها، وإن شئت أن تراها وهي تسمع النميمة رأيتها، وإن شئت أن تراها وهي تسمع آلات اللهو والطرب والمعازف وجدتها، وإن شئت أن تراها وهي تسمع أصوات النساء وتتلذذ بالسماع المحرم وجدتها، أسماع فاسدة. إن أردت أن تراها وهي تسمع كلام الآخرين بغير إذن ورضا منهم وجدتها، وإن أردت أن تراها تسمع قرآن لا تجد، تسمع الخطب والمواعظ والنصائح لا تجد. سمع فاسد وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. ولذلك يوم القيامة يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع صالحا ولو كانت لنا أسماع صالحة نافعة ما كنا في أصحاب السعير. وهكذا أيها المسلم الكريم، في بطنك وما تأكل وتشرب إما أن تكون صالحا أو فاسدا، المآكل والمشارب في طريق الحصول عليها أو في عينها تجعلك صالح وتدخلك في عداد الصالحين، أو تجعلك من الفاسدين الآثمين عياذا بالله. فرجل يكسب الحلال ويترك الحرام، رجل يحرص على البين ويترك المتشابه، قد صلح له مكسبه، يبيع ويشتري فيصدق في بيعه وشرائه ويبين في بيعه وشرائه وينصح للمسلمين، قد صلح مكسبه وصلح مدخل المال عليه. ورجل لا يأكل إلا طيبا فيجتنب المآكل المحرمة والمشبوهة، ويسأل ويستفسر هل هذا المدخل حلال أم حرام، هذا هل هو حلال أو حرام، هل هو متشابه أو بين، حريص لا يريد أن ينبت جسمه من سحت ولا أن ينبت من حرام، هذا صالح في مأكله ومشربه في بيعه وشرائه، هذا صالح في مدخل المال عليه،
يبارك الله له في نفسه، ويستجيب الله له دعاءه، ويكرمه الله جل وعلا بصلاح أمره. وآخر فاسد في مكسبه، مكسبه ربا، مكسبه غش، مكسبه عن طريق الخداع والتزوير والتطفيف في الميزان، مكسبه عن طريق الأيمان الفاجرة، مكسبه عن طريق النصب والاحتيال، وآخر مأكله مما هو محرم، يشرب خمر، تناول مخدرات، يتناول مشتبهات، يأكل والعياذ بالله لحم خنزير، يأكل مالا من مال دخل عليه من حرام. هذا فاسد في بطنه، فاسد في مأكله ومشربه، فاسد في مأكله، النار أولى به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهكذا أيها المسلم الكريم، في فرجك صلاح أو فساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى غير ذلك من زنا والعياذ بالله، أو لواط، أو عادة سرية، أو غير ذلك مما تقضى به الشهوات، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الصلاح أيها المسلم الكريم في وقتك الذي أنعم الله جل وعلا به عليك، في الفراغ، في الصحة، في العافية، هناك صلاح وهناك فساد، هناك فراغ، هناك صحة وهناك عافية، وصاحبها يوظفها في طاعة الله جل وعلا، فإذا فرغت فانصب. هناك صحة وعافية يحاذر بها صاحبها ويبعدها عن الغبن والخسارة، يخاف أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها المسلم الكريم، الصلاح ليس ادعاء، الصلاح ليس اعتباطا، الصلاح قول، الصلاح فعل، الصلاح مجاهدة للنفس في مرضاة الله جل وعلا. ولذلك انظر قول الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. انظر إلى أوصاف الصالحين: من أهل الكتاب أمة قائمة بأمر الله وبشرع الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقومون الليل يقرؤون القرآن، يركعون ويسجدون، يخضعون لله، يسبحون ويحمدون ويعظمون، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هؤلاء هم الصالحين، وهؤلاء من يدخل في صفات الصالحين. فقس هذه الأوصاف على نفسك: هل أنت من أمة قائمة بشرع الله، بأحكام الله، بأوامر الله ونواهي الله؟ هل أنت من أمة عظمت كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت من أمة يقودها شرع الله جل وعلا؟ هل أنت من أمة تقوم في آناء الليل؟ هل لك في الليل ركعتين؟ هل لك في الليل وقت تقرأ فيه قرآن، تسبح، تحمد، تستغفر كما قال الله: وبالأسحار هم يستغفرون؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هل أنت من هذا الصنف؟ هل لك ركوع وسجود وقيام وتلاوة لآيات الله جل وعلا؟ هل عندك إيمان يزداد كل يوم وأنت ترتقي به إلى الأعلى بما تقوله وما تفعله من الطاعات، وتحاذر وتجتنبه من المعاصي؟ هل إيمانك يزداد؟ هل أنت تسارع في الخيرات فلا يكاد ينفتح أمامك باب من أبواب الخير وأبواب الطاعة وأنت عليه قادر وأنت عليه مستطيع، إلا حرصت على أن تسلكه؟
تبادر بذلك صحتك قبل سقمك، تبادر غناك قبل فقرك، تبادر حياتك قبل موتك، تبادر فراغك قبل شغلك. هل أنت ممن يسارع في هذه الخيرات؟ هذه أوصاف الصالحين. وهكذا قال الله جل وعلا في شأن النساء: فالصالحات قانتات، أي قائمات بأمر الله وبطاعة الله وبشرع الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو الصلاح، تحفظ الغيب في نفسها، في زوجها، في ماله، في ولده. الصلاح أيها المؤمنون هي أقوال وأفعال كانت بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين الناس، أدخلته بإذن الله جل وعلا في عداد المرحومين وفي عداد الموفقين وفي عداد المفلحين. وتأمل نبي الله موسى عليه السلام حينما قال له الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. قال بعد ذلك: ذلك قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي أفي بما وعدتك به وأقوم بما اتفقت عليه معك. هذا هو الصلاح فيما بين الإنسان وما بين الله جل وعلا. لذلك أيها المسلم الكريم، تفقد الصلاح في حياتك، اجعله أمنية، اجعله هدف الوجود وطلب الوجود، لأنك إن لم تكن كذلك فستأتي عليك ساعة تتهاوى فيها كل الأمنيات وتتساقط فيها كل الأهداف، وتتمنى هذا الصلاح، وهو إذا نزل بك أمر الله جل وعلا، إذا نزلت بك الساعة وحان ارتحالك من هذه الحياة، تتمنى صلاح، تتمنى لو كنت صالح، تتمنى لو عملت صالحا، تتمنى لو كسبت صالحا، تتمنى لو قلت صالحا، وتطلب أن ترجع لتعمل صالحا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لولا أخرتني إلى أجل قريب، ولو قريب، 80 سنة ماذا فعلت بها؟ 70 سنة، 60، أقل من ذلك وأكثر، 20 و30 للشباب وللكبار وللنساء وللرجال، ماذا فعلنا بهذه الأعمار؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب، قريب، ولو ساعة أتوب فيها وأستغفر، ولو ساعة أبين فيها حق فلان وفلان وأعترف بمال فلان وفلان، ولو ساعة أوصي فيها بما ينفعني في الآخرة إلى أجل قريب ينفع فيه العمل، أيا كانت مدته وأيا كان زمنه، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا يطلب أن يكمل البناء ولا أن يصل للمنصب الفلاني ولا أن يحصل للشهادة الفلانية، تلك الأهداف وتلك الأمنيات أين ذهبت؟ تهاوت وتساقطت كلها، وجاء الحق وكشف الغطاء فبصرك اليوم حديد. يطلب بعد ذلك أن يصدق وأن يعمل صالحا، ولكن هيهات، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. عبد الله، لا تزال الآن، لا تزال الآن في وقت العمل الصالح، لا تزال في هذا الأجل، وليس بقريب، ربما طويل، تستطيع فيه أن تتصدق وتستطيع فيه أن تكون من الصالحين. إن الصلاح أيها المسلم الكريم إذا نزل بك أمر الله جل وعلا فكنت من أهلي فهنيئا لك، وإلا فهو مطلبك في كل مراحل ما ستقدم عليه في هذه المرحلة عند نزول سكرات الموت والخروج من هذه الحياة: لعلي أصدق أو أكن فأصدق وأكن من الصالح. ويوم القيامة ويوم الحشر والنشر ماذا يطلب؟ ماذا تريد؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. ماذا تريدون؟ نعمل صالحا غير الذي نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ما كنا صالحين في أقوالنا ولا في أفعالنا ولا في أسماعنا ولا في أبصارنا ولا في مكاسبنا ولا في بطوننا وفروجنا، ما كنا صالحين، ارجعنا نعمل صالحا. وقال الله جل وعلا وهم في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل،
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إنه العمل الصالح أخي الكريم الذي خلقك الله جل وعلا من أجله والتي أعدت الجنة من أجله. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أف لمعصية، أف لشهوة، أف لرغبة تخرجني من الصالحين. ومن أعمال الصالحين متعتها قليلة زائلة، تعقبها الحسرات وتعقبها الندامات وتعقبها الويلات. ولذلك أيها المسلم الكريم لا بد أن تعيد النظر وأن تحسن التفكير فيما تطلبه في هذه الحياة وفيما تكون عليه. واعلم أيها المسلم الكريم أن الصلاح له أسباب تعين عليه، فمن أول ذلك هو الاستعانة بالله جل وعلا، أن تبقى دائما تسأل من الله أن يجعلك من الصالحين، أن تبقى دائما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ظاهرك ويصلح باطنك وأن يتولاك بولايته. وكذلك أيها المسلم الكريم محاسبتك لنفسك على الدوام وبالاستمرار. اجعل نفسك كما أخبرك الله جل وعلا عنها أن لها شرور وأنها أمارة بالسوء وأنها من أعدائك أيها الإنسان، فارقب رغباتها، ارقب شهواتها وملذاتها ومراداتها، فاقبل من ذلك وارضى بما فيه رضا لله جل وعلا، وامتنع وانكفف وانقبض ومستعينا بالله جل وعلا عما فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها المسلم الكريم اعرض نفسك إذا أردت أن تكون من الصالحين، اعرض نفسك في أحوالك كلها، في سلمك وفي حربك، في عداوتك وفي صداقتك، في رغبتك وفي رهبتك، في محبتك، في بغضك، في إقبالك وإدبارك. اعرض نفسك في الأحوال كلها على شرع الله وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيها المسلم الكريم جالس الصالحين، جالس أهل الخير وأهل التقى وأهل الصلاح الذي تعينك مجالستهم على القيام بفرائض هذا الدين، الذين يذكرونك إذا نسيت، يعلمونك إذا جهلت، ينبهونك إذا غفلت. قال بعض السلف كنا إذا جلسنا مع الحسن البصري إنما هي الجنة أو النار، إنما هي الجنة أو النار، ينقلنا من الدنيا ويخرجنا منها إلى الدار الآخرة ويذكرنا بذلك. فإذا جالس الصالحين أعانوك على طاعة الله جل وعلا، ولم يقبلوا منك معصية الله سبحانه، ولا يزالون بك ولا يزالون بك ولا يزالون بك حتى يسيرون بك في مرضات الله، بخلاف جلساء السوء وأهل السوء. فيخشى الإنسان على نفسه أن يكون ممن قال الله جل وعلا فيهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولذلك لا يمكن أخي الكريم أن يستقيم لك صلاحك وأن تدوم لك استقامتك وأنت تخادن أهل الشر والفساد وأنت قريب منهم، فالمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. إن من أول وأعظم خطوات الصلاح والإصلاح هو أن تتخلص من جلساء السوء وأن تتخلص من أبواب السوء عليك. ومن جملة ذلك ما تعرفه من نفسك من علاقتك بهاتفك ومواقع التواصل وغير ذلك، فهذا الجليس اليوم قد صار أقرب الجلساء، فإما أن تكون فيه صالحا ويعينك على الخير والصلاح، وإما والعياذ بالله كل يوم وهو ينكت في قلبك نكتة سوداء، كل يوم وهو يزيدك جرحا وينزف إيمانك من تلك الجروح عياذا بالله. وكذلك أيها المسلم الكريم إذا أردت الصلاح فلتكن دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر الموت. ولو كنت شباب ولو كنت صحيح معافى في جسدك لا تعرف الأمراض ولا الأسقام، فالموت والله لا يوقفه شيء ولا يقف عند شيء إذا أذن الله جل وعلا به. فأكثر من ذكر هادم الموت، أكثر من ذكر الموت، توقعه في لحظة
استشعر أنك منذ أن خلقت ووجدت على هذه الحياة أنت تسير في رحلة الموت، لا تدري متى تقف هذه الرحلة ولا متى تنتهي به. هناك من انتهت به هذه الرحلة وهو في مهده، وهناك وهو طفل صغير، وذاك وهو شاب، وذاك وهو فيما أكبر من ذلك. ولذلك ذكر الموت يصلح الله جل وعلا به القلوب. وكذلك أيضا مما يعينك على الصلاح زيارة المقابر، أن تزور المقابر، فهذه سنة تكاد أن تكون اليوم مهجورة إلا في من رحم الله جل وعلا. تزورها ليس في اتباع جنازة فحسب، بل تتعمد زيارتها، تقصد زيارتها قصدا، في ظلام ليل أو في خلوة من الناس تشغل سيارتك، تلبس عليك كما تذهب إلى الدكان وتذهب إلى السوق وتذهب إلى اللقاء بفلان، تذهب إلى اللقاء بالأموات، وتذهب إلى دخول المقابر لتعظ قلبك وتذكر نفسك بما أنت قادم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. زر المقابر واجلس وتأمل، هذا فلان الذي كان يملك كذا، وفلان الذي كان في منصب كذا، وفلان الذي كان من بني فلان، وفلان الذي كان على هيئة كذا وصفة كذا وجمال وإلى آخر ذلك. تذكرهم في ذاكرتك وانظر إلى أين صاروا، انظر إلى أي الأماكن وضعوا، فاعتبر في ذلك. وكذلك أيضا أن تزور المرضى في حالات الطوارئ، في العنايات المركزة، أن تزور الأحياء الأموات حينما تدخل في تلك العنايات المركزة، فتجد أمامك أمواتا أحياء في مناظر متغيرة مختلفة. والله إن ذلك ليعيد للقلب حياته، ويعيد للقلب نوره، ويصلح الله جل وعلا به في النفس صلاحا كبيرا. فهذه من الأمور رعاك الله التي تعينك على صلاح قلبك. أخي الكريم، الوجود واحد، الوجود واحد، لن تعاد إلى الأرض مرة أخرى لتعمل، ليس لك إلا هذا الوجود الذي أنت فيه، والذي ابتلاك الله به، والذي أنعم الله جل وعلا عليك فلا تزال تعيشه، فاغتنم هذا الوجود. والجنة رعاك الله تطلب من هنا، ويبذل لها من هنا، ويقدم مهرها من هنا. ولذلك قال الله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من هنا تطلب الجنة، ومن هنا يعمل لها في هذا الوجود. فلا تجعل طلب الجنة مؤخرا، ولا تسوف فيه، فلا تدري متى يأتيك أمر الله. أخي الكريم، احذر، احذر غاية الحذر أن تكون قد قبلت من نفسك ومن الشيطان أن يكون وجودك لملذاتك وشهواتك. إياك إياك أن تجعل هذا هو هدف الصحة والشباب، وهدف الأوقات، وهدف النعم التي أنت فيها. والله إنها لخسارة فادحة وندامة عظيمة من كان هذا حاله. فالله جل وعلا يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يأكل ويتمتع. بعض الناس يريدك أن لا تقول له حلال ولا حرام، ولا أن تقول له جنة ولا نار، ولا يريد أن يسأل، يقول: أبقى جاهل حتى لا أتحمل وحتى لا أتعلم، فأحاسب على ما تعلمته. لماذا؟ يريد أن يبقى في شهواته وملذاته. يا هذا قد قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والله إن القلوب الحية لتكاد تنخلع أمام هذا التهديد: فسوف يعلمون. وهكذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. تمتع، كل واشرب والبس واركب وانكح واسكن وتبوأ المناصب، ولكن هذا كله قليل. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فلذلك أيها المسلم الكريم، اجعل همتك عالية، واجعل طلبك ومسعاك فيما عند الله سبحانه وتعالى، واحرص على الصلاح، احرص على الصلاح في كل مراحل الحياة،
وفي كل الأحوال وفي كل المناسبات وفي كل الأماكن، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه أمر الله. قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يهم، تموت في بلدك بين أهلك وأولادك، أو تموت في أماكن بعيدة عن أهلك وعن أولادك، في أماكن ربما لا يعرفك فيها أحد، هذا كله لا يهم. المهم أن تموت على صلاح، أن تموت على رضا من الله جل وعلا، أن يختم الله لك بالحسنى. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يصلح ظواهرنا وبواطننا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقها تقواها وأن يزكيها، هو وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هيئ لنا فيه اللهم هيئ لنا أمر رشد تصلح به أحوالنا كلها. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا من أنت على كل شيء قدير، انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن مالأهم وعاونهم على الإسلام وأهله. اللهم فرق جمعهم ومزق كلمتهم وشتت شملهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اكسر شوكتهم وانكس رايتهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم اجعلنا ممن يقول القول ويستمعه فيتبع أحسنه، وبارك الله. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.